أماكن ساحرة يمنع من عن باتا زيارتها. قد تكون هناك أماكن متعددة تود زيارتها في يوم من الأيام، ولكن شرط أن تستثني هذه الأماكن التي سنأتي على ذكرها رغم سحرها وغرابتها. فما هي هذه الأماكن التي يمنع زيارتها ولماذا هذا المنع؟ حصن بانجرا بالهند. يعتبر حصن بانجرا من أبرز الأماكن السياحية في العالم، ولكن بالنهار فقط، فيما تمنع زيارته نهائيا بعد غروب الشمس بسبب الاعتقاد الشائع عن وجود الأشباح في هذا المكان. والغريب أن الحكومة والسلطات هي من تحذر من زيارته ليلا بعد وضعها للافتات تشير إلى أمر التحذير. نيهاو أو الجزيرة المحرمة. تنتمي جزيرة نيهاو إلى جزر هاواي، وهي من الجزر المحرمة على الزوار، ويقول مالكوها أنهم منعوا زيارتها حفاظاً على خصوصية سكانها وأسلوب حياتهم التقليدي الفريد. وتقارب مساحتها 19 ميلاً مربع، وسكانها لا يزيدون عن 200 فرد، وتعود ملكيتها للسيدة إليزابيث سانكلير التي اشترتها عام 1864. جزيرة سورتسي الإسلندية. نتيجة لثورة بركانية امتدت لقرابة 4 سنوات من 1963 إلى 1967، تشكلت جزيرة سورتسي، ليقوم بعد ذلك العلماء بمنع الدخول إليها. وكان أمر المنع قصد قيام العلماء بدراسة كيفية بداية النظام البيئي من الصفر ودون تدخل بشري. كهف لاسكو الفرنسية. اكتشف كهف لاسكو المجاور للنهر فيزير بالصدفة عام 1940، ويتوفر لاسكو على واحدة من أقدم النقوش والرسوم في العالم. فمن خلال التاريخ بالكربون تبين أن تلك النقوش تعود لما بين 13500 و15000 قبل الميلاد، وكان الكهف يعرف مئات الزوار يوميا منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تغلق السلطات أبواب الكهف حتى أمام العلماء، باستثناء بعض الأعمال لأيام معدودة في كل شهر لتأثر النقوش والرسوم بالعديد من المتغيرات. جزيرة طيور القطرس الأسترالية. تقع هذه الجزيرة بين شمال غرب تسمانيا وجزيرة الملك بأستراليا، وهي موطن العديد من الطيور النادرة على غرار طيور القطرس والباتروس. وقد تم منع دخول السياح إليها بالنظر لحساسية النظام الإيكولوجي فيها وحساسية هذه الطيور للظروف والمناخ المتغير. جزيرة سانتال. يرفض سكان هذه الجزيرة أي نوع من التواصل مع العالم الخارجي إلى درجة قتل الزوار، لذلك قررت السلطات اعتبارها منطقة محظورة. وتقع جزيرة سانتال في خليج البنغال. دييغو غارسيا. دييغو غارسيا هي جنة فوق الأرض وسط المحيط الهادي، شواطئ ساحرة وشعاب مرجانية وطبيعة خلابة. كل هذه العوامل لم تشفع لهذه الجزيرة، فقد تحولت لقاعدة عسكرية أمريكية سنة 1965 بإيجار من المملكة المتحدة، قبل أن تخلي أمريكا الجزيرة من سكانها بالكامل وتمنع زيارتها نهائيا. جزيرة الأفاعي. تقع جزيرة الأفاعي الساحرة على بعد 32 كيلومتراً من سواحل سان باولو، إلا أنها ممنوعة على السياح لكونها تعج بالأفاعي الخطيرة والنادرة. ففي بعض التقديرات توجد أفعى واحدة في كل متر مربع، لذلك قامت السلطات بحظر الدخول إليها. فاروشا القبرصية. تقع فاروشا شمال قبرص التركية على البحر الأبيض المتوسط. فبعد أن كانت فاروشا لؤلؤة قبرص مقصدا سياحيا لأبرز مشاهير العالم، وفي العام 1974 وبسبب الغزو التركي تحولت فاروشا إلى مدينة الأشباح المسيجة بعد أن هجر منها سكانها، لتبقى بعد ذلك البيوت والفنادق خاوية بشكل مخيف. برافيتشيكا برانا التشيك. برافيتشيكا برانا هي أكبر قوس من الحجر الرملي الطبيعي في أوروبا، بطول يصل ل 85 قدماً وارتفاعه 62 قدماً، وقد أغلق في وجه السياح نهائياً عام 1982. ضريح تشين شي هوانغ.
عام 1974 اكتشف الضريح الذي أمر به إمبراطور الصين الأول تشين شي هوانغ، الذي يضم كذلك جيشا من المحاربين المنحوتين والذين سيدفنون مع الإمبراطور، إضافة إلى عتاد الجيش كالخيول والعربات الحربية والأسلحة، بينما يسمح بمشاهدة الجيش الطيني وبعض أجنحة الضريح، فيما يمنع منعا باتا الولوج إلى المقبرة الرئيسية. فاحذر من زيارة هذه الأماكن لأنك ستمنع من دخولها بكل تأكيد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.